نادية تويني، امرأة منقوشة بالشعر من رأسها حتى قدميها. مشتاقة أطلع على الأرز وشوي يصير بزحلي وارجع أطلع صوفر وعالطريق غير رأيي. سيدة ألم ورائدة شعر وذواقة فن، كتبت معظم مؤلفاتها وقصائدها بالفرنسية اللي بيشهدوا على المكان الكبير اللي بتحتله بمملكة الشعر والأدب. الحب بالنسبة لي هو كل شيء بالحياة، هو المنبع وهو المصب. ولدت نادية محمد علي حمادي ببعقلين عام 1934، وبتتحدر من عائلة درزية عريقة من جبل لبنان. والدها السفير والدبلوماسي محمد علي حمادي، وأمها مارغريت ملاكان من أصول فرنسية. درست بمدرسة الليسي الفرنسية ببيروت وعند رهبات البيزنسون حتى سن الـ14. أكملت دراستها بأتنا لما راحت مع والدها السفير على اليونان، ومن ثم حصلت على إجازة بالحقوق من الجامعة اليسوعية ببيروت. بالحاضر بعتبر حالي أم ناجحة لأني مبسوطة بأمومتي. بسنة 1954 تزوجت الأستاذ غسان تويني صاحب جريدة النهار، رزقهم الله بثلاث أولاد، جبران ومكرم ونيلة، بنتها الوحيدة اللي رحلت عن الدنيا بعمر 12 سنة بسبب إصابتها بالسرطان. وكان لوفاتها أثر عميق وحزين بقلب الوالدة نادية، ويمكن هي اللي فجرت ينابيع الشعر عندها. في أي مكان كان تحت الخد الأيسر للعالم، في اليد الفارغة، في عينيك اللتين تقسمان السماء، صلوات. عبرت بشعرها عن الهم السياسي وعن النوازع النفسية وأزمات الوطن والإنسان. وطن، إيه وطن عم بيخلص. لما صدر ديوان الثالث قصائد من أجل قصة، قالوا النقاد عنه نادية تويني في هذه القصائد لغز سرمدي، فهي والموت توأمان كلاهما سر مغلق. J'ai peur du soleil et en fait je n'aime pas le soleil. وصفت نادية لبنان بقصائد الحب والحرب Poems of Love and War، قائلة: أنا أنتمي إلى بلد ينتحر كل يوم بينما يتم اغتياله. في الواقع أنا أنتمي إلى بلد مات مرات عدة. لماذا لا يجب علي أنا الأخرى أن أموت من هذا الموت اللبناني القبيح والبطيء والوحشي؟ من مؤلفاتها النصوص الشقراء 1963، حزيران والكافرات 1968، لبنان 20 قصيدة من أجل حب، عصر الزبد، محفوظات عاطفية لحرب لبنان 1982. ساعدوني لأجتاز العيون، أنتم الذين كسرتم خبز المستقبل. سنة 1970 قدم مهرجان بعلبك مسرحية لنادية تويني باسم فرمان. نادية تويني خلقت تتكون حنين وتتكون حب صادق، بتلون بالفرح كل الدروب. حاولت أكتب العربي إنما احتراماً للشعر واحتراماً للجمهور ما نشرت. سنة 1983 رحلت نادية تويني بعد معاناة طويلة مع المرض، وودعت جريدة النهار بكلمات منها: نادية تويني ما زال كتابها مفتوحاً وشعرها كأساً وإن أغمضت عينيها، هكذا خطر لها أن تتبع الموت الذي كان في بالها منذ قامت عقبات الجسد، وطالما طردته بالحياة ردته بالقلم. كانت نهار النهار وغادرتنا وقت صدور النهار. وداعا نادية تويني ولن تنتهي الحكاية.